الاتفاق الأخير لنقابة التعليم الثانوي بعد تقريبا 7 شهور من حجب الأعداد والصراع بالنقابة. الاتفاق الأخير مع الوزارة أثار لغطا كثيرا واستياء على النقابات. ونمرر بعض الأساتذة هذه الأغنية والقصيدة، نمررها كجزء من التعبير. طبعا هو أساتذة اللي عبروا على هذا، نسمع الأغنية هذه طريفة يعني أغنية، ونرجع بالنقاش في موضوع النقابات وما سمح حد شغل بقرب جهوزية ورقة الحوار الوطني. يلا بيك الخيمة وفيك سلم، الاتحاد وعملك خيشة، صح فيك الخيمة وفيك سلم. تبلك لوهام على حوتة سرحت في بحر المغبون، وانت منيني تحت التوتة وعيش بمناها يا كمون. كتبلك لوهام على حوتة سرحت في بحر المغبون، وانت منيني تحت التوتة عيش بمناها يا كمون. يا أستاذ ويا معلم معن عندك ما تتكلم، يا أستاذ ويا معلم تتألم ولا تتكلم، تتألم ولا تتكلم، تتألم ولا تتكلم. كلمات وغناء الأستاذ بن حميدة. نرجع، الشعب يريد أن تأكل الديمقراطية نفسها، مؤلف لأستاذنا وضيفنا الدكتور أيمن البغاني بالهاتف من تونس، وسيد ماهر المذيوب من الدوحة. سيد الدكتور أيمن، تصريح مثير لسيد فخري السميتي كاتب العام المساعد للجامعة العامة التعليم الثانوي ليافعم، شوفوا الصورة، قال إنه رضينا باتفاق لأننا قدرنا عديد العوامل، منها أنه الدولة العميقة في السجن والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين يستهدف تونس. سي أيمن، والله يعني الحقيقة الإشكال أنه ما نحبش نعلق على ثم مستوى الحقيقة من السقوط السياسي اللي والأخلاقي اللي حين وقت نوصلوا له يصعب التعليق. أنا فقط نحب نحكي على موضوع، يعني حكينا على موضوع الخبز، لكن نحكي على موضوع التعليق. نحن في أزمة مرتبطة بحجب الأعداد، هذه وسيلة لما يسمى النضال، هذه وسيلة رخيصة للنضال، لأنه من يريد أن يناضل نقابيا إذا كان ثم سبب النضال فالمفروض أنه يضرب. الإشكال أنه حين تضرب عندك تكلفة الإضراب هو أنك لا تحصل على الأجر، فلا تستطيع أن تضرب إلى الأبد، لا تستطيع أن تضرب إلا من أجل فرض التفاوض على السلطة وعلى ما يسمى وزارة الإشراف. أما حين ترفع أو حين ترفع سقف المطالب من جهة وتستخدم وسيلة لا تتسبب مبدئيا في حجب الأجوء وهي حجب الأعداء، أنت تأخذ التلاميذ كرهينة وتأخذ عوائلهم كرهينة من أجل أن تناضل دون أن تدفع ثمن النضال. يعني هذا ليس نضالا، هذا غش في النضال، حتى في شكل النضال هذا غش في النضال.
إذن اليوم نحن وصلنا أمام حالة من العبث، وطبعا كان لابد من أن نجد حلا، يعني كان لابد أن نجد حلا. يعني الموضوع هذا استمر تقريبا 7 أشهر، نعم 8 أشهر، ومازال 3 أسابيع على نهاية السنة الدراسية، وهو ما يثبت عدم جدية كل الأطراف المساهمة في هذه الأزمة، عدم جدية الوزارة اللي لم تجد حلا لفرض الانضباط على المعلمين اذا كان لابد من فرض الانضباط، وعدم جديه ايضا النقابه بغض النظر على الاتفاق اللي وصلوا له. اذا كان يعني قال الرجل تساق وخساره، يعني هذا الكل من اجل هذه النتائج، اذا كان هذا اللي وصلنا له كان يرضي النقابه، فلماذا لم توافق عليه الوزاره منذ ما نعرفش انا منذ اكتوبر مثلا، وخلينا نجم نعيش بطريقه عاديه في هذا البلد على الاقل فيما يتعلق بالتربيه. الحقيقه وصلنا الى مستوى، لكن دكتور ايمن اسمح لي، من العبث بمقدرات البلد ومستقبل البلد الحقيقه استثنائي.